كل خير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في البث المباشر الذي نقول لكم من مدينه فاس. هذه اجواء الفرحه، خطوط مباراه شاهدنا قبل قليل ديال المنتخب المغربي ومدرب الطنزاني اللي فاز بنتيجه 3-0. تشاهدوا معنا متابعينا في أجواء اللي كتعيشها مدينة فاس. ممكن تكلمنا على الراي ديالك في المنتخب المغربي؟ الصراحه الله كنا كنتمنى هذا الانتصار، هذا ماشي بالسهل، يعني حنايا الانتصار هذا كنا متعطشين بزاف، والحمد لله يعني انت كي كتشوف دابا الاجواء كلشي فرحان، يعني المغاربه تقريبا كاملين فرحانين بهذا الانتصار هذا والحمد لله، وكنتمنى وكنشكروا بعدا الشكر الاول السي وليد الركراكي اللي وصلنا بالفريق ديالنا كي شفتوا معنا ربع النهايه ديال كاس العالم، ودابا ان شاء الله بدايه موفقه وجيده، وكنتمنوا من الله هذه الفرحه هذه تدوم، وان شاء الله نتوجوا باللقب ونرجعوا بالكاس ان شاء الله للمغرب ونحتفلوا كاملين. وشكرا بزاف للسي القجع وعلى المجهودات المبذوله ديالو، وتحيه خاصه لجميع المغاربه وهنيئا بالانتصار، ومازال هذا غير البدايه، وتحيه لأناحي خاطر البكايه. شكرا اخي، بارك عليا، بركه. كان هذا احد التصريح احد المتابعين والمشجعين لمباراه المنتخب المغربي والمنتخب التنزاني، عبر على الفرحه ديالو هذا الانتصار هذا. كما كتشاهدوا متابعينا حتى السلطات الأمنية مشكورة على التنقلات ديالها اللي كتحاول أنها تكون في كل مكان باش تأمن هذا الاحتفال هذا. بس أما الاحتفال في هذا كيف ما كتشاهدوا متابعينا، هذه هي أجواء الفرحة بمدينة فاس. كيف ما كتشاهدوا متابعينا معنا، هذه أجواء مدينة فاس. ممكن تخبرونا من أي منطقة كتتابعوا هذا البث؟ تعليق شاهد متابعينا. كتسمعوا متابعينا هذه الاهاديج متابعينا الشارع مملوء عن اخره.
العديد من السيارات وقع واحد الاختطاط في طرق السيارة بعد ما كان الكل كيتابع المباراة، وفجأة خرج كل شيء باش يحتفل. كيف ما كتشاهدوا متابعينا، عدد كبير ديال السيارات. مهم بسم الله. تفضل اخويا، ممكن تكلم لنا على البوش ديال اليوم؟ والله المباراه تبارك الله كانت مباراه شيقه، والدراري لعبوا مزيان تبارك الله، وكنا في اداء رائع تبارك الله علينا. شو رايك في الاداء والنتيجه ديال المباراه؟ والله الا نتيجه مستحقه وتبارك الله الدراري برهنوا على اللعب ديالهم، ونتمنوا ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله ناخذوا لكوب ان شاء الله. تبارك الله، الله يحفظك اخويا. شكرا لك. كانت هذه هي احد ابتسامات احد الركاب سيارة اجرة. سيارة اجرة صغيرة. الشعب المغربي اليوم وخصوصا الشعب الفاسي الكامل ديالو فرحان بهذا الاداء وهذه النتيجة، وهذه فقط البداية، وكنتمناو إن شاء الله مزيد من النجاحات مزيد من النجاح والفوز. شكرا متابعينا معنا، شوف كيف ما كتشاهدوا الطريق من الجهة الأخرى كذلك. كتعرف واحد الاحتفال كذلك. متابعينا مع أجواء الاحتفال. مشكورين الشرطة الأمنية على التنقلات ديالهم وعلى الحضور ديالهم في أي مكان من أجل تأمين هذه الاحتفالات باش ما يوقعش شي باش ما توقعش شي كارثة. الشعب المغربي شعب يستاهل هذه الفرحة هذه وأكثر. نخلوكم لمكان آخر باش تشوفوا أجواء الاحتفال. كما كتشاهدوا متابعينا معنا اختطاط في الطرق بعد خروج العديد السيارات الاحتفال بهذا الفوز هذا العريض. نتمنى متابعينا ما توقعش شي كارثة،
تهبط لهاد الاحتفالات هادي. نتمنى ما توقعش شي كارثة، كلشي احتفل. كما تقول للمتابعين، من حق اي شخص يحتفل، ولكن ما تكونش احتفال مبالغ فيه اللي يقدر انه يؤذي الاخرين. فاس مملوء عن آخر هذا بالحالية، الاحتفالات، السيارات، شادو كذلك، نشوف واحد الفرقعات، عرفت ديالاش، ربما ديال نتمنى السلام للجميع، لان الامور قد تصبح بخير. واحد الاحتفال بطرق غريبه بعد اثناء كما كتشاهدوا متابعينا، السياره هي اللي كتقوم بهذا الامر هذا. السياره هي اللي كتقوم بهذا الفرقعات. كنتمنى انها ما تغديش الاخرين. كوبات كوب الافريك مربوحه ومربوحه ديالنا والصمريط زايد الدوله ديالنا صعب بزاف. السلام عليكم. هكا صاحب بدو. السلام عليكم، ديما مغرب اخويا. ما سمعتكش اخويا، كان فوز مستحق فريق المنتخب الوطني، وكنحييهم من هذا المنبر هذا. ديما مغرب. كانت هذه احد التصريحات ديال احد المواطنين فاز بسبب المباراة. ما
كنشاهدوا احتفالات غريبة صراحة بالمطر بالطوموبيلات. نتمنى شي واحد حتى واحد زعما ما يتأذى بهاد الاحتفالات هذه. نحتفلوا ولكن ما يكونش واحد الاحتفال مبالغ فيه. هذا هو الأهم. حقنا نفرحوا ولكن ما نفرحوش بطريقة تأذي الآخرين وتأذي السلامة ديالهم. ولينا نشوفوا حتى الدراجات الهوائية تحتفل بهذا الأثناء. هذا فقط كنقدر متابعينا انهم يحتفلوا ويحاولوا انهم يحتفلوا بطريقه جيده, ما يكونش احتفال مبالغ فيه باش ما يأذيش باش حتى واحد ما يأذي الاخر. وهذه فقط البدايه, هذا فقط المباراه الاولى. نتمنى اننا نشوفوا فوز اخر واحتفال اخر, ولكن دائما سنأكد على انها ما خصهاش تكون احتفالات مبالغ فيها. ان شاء الله فوز اخر ويفرحنا كذلك. نتمنى هذه الفرحه هذه او الفرحه في المره المقبله ما يكونش فيها زعما شي حاجه ولا شي حاجه. السلام عليكم. احنا جد فرحانين بهذا الماتش هذا ديال المنتخب وقدموا اداء زوين, ونطلبوا من الله من الماتشات الجايه ان شاء الله باذن الله يكون التوفيق احسن فاحسن, وان شاء الله مربوحه وكاس كوب دافريق ان شاء الله باذن الله. حياكم الله وبياكم من فاس, حياكم الله. بارك الله عليك. شكرا. النظام ديالك مرحبا خويا. متابعينا كانت هذه احد التصريحات. الكل فرحان في مدينه فاس. اي واحد يفرح. حنا اللي كنتمناو هي السلامه للجميع, والمهم كنتمناو ان الامور زعما تكمل بخير. ورا الهنا خويا كان افضل مباراة كانت سعيدة. ديما مغرب. حكيم زياش قدم اداء جديد وزوين بارع. حكيم زياش انا اللي ناخذ بلاصه حكيم زياش, ما تخافوش انتوما. الحسنه ديوس في النصيري والقدم حكيم زياش.
متخافوش على فواسة، هاد فواسة خطر، ملي كيتزولو نضاضر كيتجبد المصيرة تتقيو. كانت هادي أحد التصريحات ديال المتابعين ديال أحد أطفال مدينة فاس تيعبر على الفرحة ديالو. المهم متابعينا ينتهي البث ديال هاد الاحتفال هذا، ينتهي غنحاول أنني كما كتشاهدوا متابعينا الاحتفالات مازالها مستمرة في الأثناء. الاحتفالات مازالها مستمرة كما العادة. الله يحفظك، شكرا. احد المواطنين كيدير الازعاج ديالو من السرعه ديال الدراجه الهوائيه. نتمنوا من حق اي واحد يحتفل، ولكن يحتفل بطريقه غير مبالغ فيها، باش حفاظا على سلامه الاخرين ما تبقاش شي حاجه اللي تأذي الاخر. متابعينا تشكركم متابعينا بعد على المتابعه ديالكم لهذا البث المباشر. نتلاقاو بث مباشر اخر ان شاء الله، والى اللقاء. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.